الفيلا اللي امينه نعم فائده جمعويه اذا بهذه المبادره هذه شنو التعليق ديالك؟ مع الاسف هذه المبادره بغينا نديروها مع شراكه مع جمعيه اوميغا اللي الله يجازيهم بخير، بغينا نتعاونوا معاهم ساعه. مع الاسف ما جبرنا شيء ليد المساعده، ما جبرنا شيء شي دعم نفسي وشي دعم مسؤولين، لان مع الاسف هذه المقبره هذه مقبره تطل على الواجهه ديال فاس، باب فاس راه قبلتها اوتيل الجامعي، قبلتها ناس اللي راه سكان قبلتها، مع الاسف تيدوزوا هنا السياح. شحال من خطره كنكونوا هنا تنزوروا المقابر الجمعه وكنجبروا السياح دايزين من هنايا وكنتاسفوا على المقبره ديالنا اللي مكرفصه هكا. وبهذا المنبر هذا تناشدوا الناس اللي مسؤولين، السلطات المسؤوله على هذه المقابر بصفه عامه ديال فاس كلهم، باش يديروا واحد الالتفاته وينتبهوا لهذه المقابر، لان بصراحه كنتاسفوا ملي كنجيو حنا غير نترحموا على والدينا وكنحسوا بواحد الحسره، لان بصراحه مكرفصين. ولكن رغم ذلك لاحظت ان هناك بعض الاعمال التنظيفيه. هذا الشيء بفضل سميتو جمعيه اوميغا، وانا كفاعله جمعويه في المشط الحاجه كاع اللي غادي نساعدوا بها المدينه ديالنا تنساهم حتى انا بدوري، وكنحاول من جهتي نتصل بالناس وبالناس اللي غادي يمكن لهم يعاونونا ساعه. مع الاسف ما كنجبروا حتى يد المساعده. شكرا جزيلا. شكرا اسيدي. مره اخرى احنا في المقبره ديال باب الكنيسه، اللي انا رئيس جمعيه اوميغا بن طالب محمد، المهم اسم راه يمكن وقيله تداول عده مرات. احنا الحمد لله في هذه المبادره ديالنا الثالثه، ومازال لنا واحد المقبره ديال عين فخاره في مون فلوري جوج، وكنتمناو من الله. يعني احنا ما غادي نطيحوش يدينا، احنا مازالين كنناضلوا ولو باخر عرق يبقى فينا، رغم ان كنلقاو العراقيين من جميع مستويات، لا مستوى السلطات ولا مستوى المجالس المنتخبه ولا مستوى البرلمانيين ولا مستوى، ومع العلم اننا في اخر لحظه كنكتشفوا ان قالك 2 المليار و200 مليون اللي كتصرف على هذه المقابر للترميم ديالها والصيانه ديالها، كنشوفوا هذا دابا 2 المليار فراه 2 المليار، عطيونا ما عطيو للجمعيات سنويا قال لك 2 المليار و200 مليون، اخر الاخبار سمعناها ان 2 المليار و200 مليون على ترميم المقابر، دخلنا عليكم بالله واش هذه حتى 20 مليون ما كيخسروش على هذه المقابر. وحنا كمجتمع جاتنا الغيره على هذا كمجتمع المدني وكفئات جميع الشرائح ديال المجتمع كتجي باش هذا، ما كتلقى حتى بالا حتى راطو واحد ما كتلقاش باش انك تشتغل. ها العنصر البشري كاين، ولكن ترى الادوات عندهم هما، الادوات عند المجلس البلدي عند المجلس الجامعي. مرة اخرى شنو النداء ديالك وشنو المحطه النداء ديالنا؟ عينما نهضروا عينما نشدوا جميع الشرائح ديال هاد الناس المسؤولين باش ينوضوا حتى هما، تجيهم شويه ديال النفس، لان راه تلقى باه مدفون هنا، تلقى مو مدفون هنا، ولا ما تزبنش باهم وغيتزبن هو غدا، يعني هذا فين يكون بلاصتو؟ هذا نداء كنقولوا احنا للجميع انهم ينوضوا الناس هذو، تجيهم شويه الغيره. راه احنا مسلمين، راه كتشوفوا المقابر ديال اليهود ولا المقابر ديال المسيحيين كتلقاها تدخل فوقكم حاشاكم هذا، وحنا المقابر ديال هاد المسلمين كنشوفوا هاد الحاله هذه المزريه اللي فيها، كيفاش حنا غادي نعيشوا في هاد المجتمع هذا؟ وكيفاش كنتمنوا من الله انهم يتحرك فيهم شي ضمير، الا عندهم شي ضمير، وينوضوا يتحركوا معنا ويديروا يد في يد، ينوضوا غير هما يديروا، حنا كنلقينا فيهم الخير هما، ما نوضوش حنا نجيو نتقاتلوا هنايا ونوضوا نتحركوا. يا سيدي المحطه المقبله. المحطه المقبله غتكون ان شاء الله عين فخاره، وحنا مازالين كنناضلوا، ومازال قلت لك الاخر يوم 27 يوم الجمعة 27 الساعة. ان شاء الله على الساعة 9 صباحا نفس التوقيت، وان شاء الله كنتمنوا من الله هذه المحطة الأخرية يتحرك فيهم الضامع. كيوي سعيد فاعل جمعوي، جيت نساعد هاد الإخوان هادو في هذا العمل ديال المقابر، كما الحالة اللي بديناها من في سميتو في عين عمير وفي المقبرة ديال ويسلان. دابا راه حنا في هذه المقبرة، أقدم مقبرة في مدينة فاس، جينا نطوعوا باش نطفوها ونقيوها، لأن هذه المقبرة هذه كون عارفوا القيمه ديالها، شنو مدفون هنا في هاد الناس اللي مدفونين هنا، راهم العلماء اللي حلوا مدينه فاس والفقهاء اللي قراونا واللي وصلوا العلم لهذه المدينه هذه، راه مدفونين هنا. ولكن عيب علينا وعار شوفوا هاد المقبره بهاد المسائل هذه، خصها تنقى وخصها تصور يتبنى. هذا كنطلبوا من الجهات المسؤوله تسمعنا من هذا المنبر هذا، باش تعاون هاد الشباب وهاد الجمعيات هادو على هاد على هاد على هاد المقبره هذه تنظفها، لان هذه هي الوجه ديال المدينه. كتعرفوا هنا العلماء اللي مدفونين والفقهاء ديال المدينه، وشنو ضحاوا على هذه المدينه هذه، وشنو حاربوا على هذه المدينه، هما مدفونين هنا وهما مهمولين. حسن العروسي كاتب عام جمعيه تجار رصيص، كنشكر بعد اولا الصحافه اللي هي ديما
زعما مساندانا في السراء والضراء غادي نهضر العباره هذه، وكنطلبوا على الله تبارك من المسؤولين يشوفوا بعين الاعتبار هاد المقابر هادو، لان هذه بادره الحمد لله اللي وقيل على ما اظن سابقة اوانها، لان فانا مدينه على مدينه فاس، وكنتمنى على الله تكون هذه بادره على الصعيد الوطني، ونتمنى على الله تبارك يشوفوا الناس بالعين المجرده ويتلتوا معنا. حرز علي حارس المخبره من طرف البلديه. هاد الناس هادو كنشكروا هاد الناس ديال الجمعيه اللي جاو كيعاونونا في هاد الشيء هذا على قص بعض ديالهم، وحنا عاوتاني راه حتى حنا كنتعاونوا معاهم في هاد الشيء هذا، وكنشكروا الجميع وكنتمناو هاد الشيء يزيد من هاد الشيء هذا. ما غاديش بقاش هادي روطا ديال هذا وسط المدينه وكتشوفها انت داخل المدينه وموسقه وهذا، والناس كاين الناس دابا اللي كيجيو بحال دابا الجمعه ما كيلقاوش وما تقدرش تترحم، علاش بهاد القوت الازبال والاوسخ، والنهار اللي كيكون شي واحد اللي هو من طرف البلديه اللي هو مثلا شي واحد اللي هذا، عاد كنشوفوا هاد الناس اللي كيبانوا هنا ينقيو ويدوروا هنا، وعاد كنشوفوا الناس اللي كيتعاونوا معنا، اما من تملي ما كنبقاو نشوفوا حتى شي واحد. اذا هناك